خلينا نروح لزميلتي شيما ومعاها كابتن شوقي غريب المدرب او مدير الفني السابق لمنتخب مصر. ولسه مكملين تغطيتنا ومعانا اهم نجوم اللي حضروا الحدث المهم الرياضي ده، ومعانا دلوقتي كابتن شوقي غريب المدير الفني الاسبق للمنتخب الوطني وصاحب انجاز برونزيه مونديال الشباب لعام 2001. كابتن شوقي مساء الخير عليك. اهلا مساء النور. اهلا وسهلا. ايه راي حضرتك في الحدث الرياضي المهم ده؟ والله يعني انا سعيد جدا بتواجدي في هذا الحدث. الاهرام، مؤسسه الاهرام طول عمرها مؤسسه عملاقه، مؤسسه بتدير في الرياضه، بتشتغل في الرياضه، القائمين عليها ناس عارفين معنى الرياضه ايه. الحمد لله ان الحدث حدث كبير في 25 سنه، الحدث فيه شخصيات رياضيه أثرت الرياضة المصرية وليس كرة قدم فقط، لكن أثرت الرياضة المصرية في حدث رياضي اللي هو أفضل لعيبة وأفضل مدربين وأفضل حاجة في الموسم المنقضى. ده حاجة جميل، لكن لازم نعترف أن مؤسسة الأهرام دائما عملاقة دائما، وهي تجيد في عمل المسابقات وعمل الإيفنتات وعمل الأشكال الرياضية، فده حاجة جميلة جدا جدا. سعيد بتواجدي في هذا الحدث. يعني كابتن شوقي، رأي حضرتك إيه في قرار عودة الدوري إن شاء الله يوم 30 مارس اللي جاي؟ بصي، هو بصراحه قرار اسعد الجميع، احنا كنا في انتظار هذا القرار، لان احنا انت بتفكري في تقريبا في 5 مليون، لان ما بتتكلميش في 5 مليون مواطن بيستفادوا من كره القدم او بيستفادوا من لعبه كره القدم، سواء كان في ناشئين او في كبار او في مسابقات او في كل شيء. احنا بقى لنا 3 4 سنين النهارده بنعاني من سنتين ثلاثه الدوري اتلغى فيهم، فبنعاني الكره المصريه للانحدار او بترجع لورا كتير من التوقفات اللي موجوده وكثر التوقفات الموجوده. عودة الدوري هيفيد المنتخب كبير جدا، عودة الدوري هتفيد الفرق اللي بتشارك في البطولات الأفريقية زي الأهلي وزي الزمالك وزي سموحة وزي بتروجيت، واللي نتمنى لهم استمرارية بإذن الله خلال المرحلة اللي جاية. عودة الدوري برضه هتفيد المنتخب في تصفيات الأمم الأفريقية أو في تصفيات كأس العالم اللي هتبدأ بإذن الله من شهر 6، واللي بنتمنى بها بإذن الله إن احنا نرجع تاني للرياضة الأفريقية ونرجع تاني للمستوى اللي كنا فيه بإذن الله. رأي حضرتك إيه في هيكتور كوبر المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني؟ بصي، طالما اتحاد الكره اختاره احنا لازم نقول ايه، خلاص بقى المدرب موجود فلازم نساند المدرب. انا اتمنى من كل الناس انها تسانده، لان في النهايه احنا بندور على مصلحه الكره المصريه، مش بندور على اي حاجه ثانيه. اي مدرب هنقدر نوصل بالمسابقه ونوصل للحاجه اللي احنا عايزينها في هذه البطوله هتبقى شيء كويس. مش عايزين التقييم دلوقتي، يبقى التقييم موجود، نسيب التقييم دلوقتي ونشوف العمل ايه او العمل اللي هيتم ايه، وبعد كده يبدا التقييم، نسيب الناس تشتغل وتعمل وبعد كده نقيم. في مشوار حضرتك في التدريب الكروي نشوف حضرتك فين ان شاء الله بعد كده؟ باذن الله في المحطه اللي جايه تبقى محطه كويسه باذن الله، ومحطه مهمه بالنسبه لي، لكن بنهي كل الاجراءات وبنهي كل شيء، وفي وقتها باذن الله هنعلن هذه المحطه، وده شيء وارد في عالم الاحتراف والتدريب. النهارده بتبقي عامله انجاز، بكره بيبقى في عدم توفيق، بعد كده بتعملي حاجه ثانيه. بصي، ما فيش مدرب في العالم كله كل حياته انجازات او كل حياته فيها عدم توفيق، لكن في اوقات بيجيد وفي اوقات ما بيجيدش، فده وضع طبيعي يعني موجود. والحمد لله يعني انا واحد من الناس اللي على مدار 20 سنه شاركت في كل انجازات الكره المصريه في ال 20 سنه اللي فاتت، سواء الناشئين او الشباب او الفريق الاول. شكرا جدا لوجود حضرتك معانا، نورتنا. الله يخليك. متشكرين متشكرين. ولسه مكملين تغطيتنا وهيكون معانا ان شاء الله نجوم اكتر، خليكم معانا. بشكرك شيما، واعتقد انه كلام كابتن شوقي غريب مهم جدا، انه لابد اننا الفتره اللي جايه ندعم هيكتور كوبر كمدير فني لمنتخب مصر، لانه خلاص يعني تسلم الراجل، تسلم المسؤوليه، ومنتخب مصر الفتره اللي جايه محتاج دعم كل الناس، محتاج دعم من الجماهير المصريه، من الاعلام المصري، من الصحفيين، من كل المنظومه الرياضيه داخل مصر عشان مستقبل منتخب مصر الفتره اللي جايه. خليني اروح مع حضراتكم ليه تكريم مجلة الأهرام الرياضي النهاردة لأفضل الرياضيين في 2014 وأفضل القنوات والبرامج اللي قدمت في 2014. كابتن رامي عاشور طبعا بطل عالم الإسكواش 3 مرات وأحسن لاعب في اللعبات الأخرى، وحقيقة رامي عاشور من اللاعبين المميزين جدا جدا في تاريخ هذه اللعبة، وحقق إنجازات كبيرة جدا على المستوى الدولي والعالمي. كابتن خالد أوراني مدرب
مدرب السكواش وحصل على افضل مدرب لعبات اخرى. طبعا من المدربين اللي خرجوا اجيال كتيره جدا للسكواش في الفترات اللي فاتت، وبنتمنى ليهم التوفيق في الفتره اللي جايه. كابتن ابراهيم نور الدين طبعا حكمنا الدولي واللي حكم مباراه القمه بين الاهلي والزمالك لو حضراتكم فاكرين الفتره اللي فاتت، وكمان بيحكم في بطوله امم افريقيا للشباب في هذا التوقيت، وبنتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه الحقيقه، لانه كان في كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت على التحكيم المصري وعلى حكامنا المصريين، ويعني كان في اتهامات بعض الاتهامات للجنه الحكام المصريين، ولكن الحقيقه كلنا بندعم حكامنا المصريين في الفتره اللي جايه، خاصه ان في منهم الحقيقه يعني خرجوا بره كمان التحكيم المصري بيحكموا في بطولات افريقيا للشباب، بطولات افريقيا للمنتخبات الكبرى، واعتقد ان ده ان شاء الله انجاز في الفتره اللي جايه للجنه الحكام. ايمن بجيش طبعا كابتن ايمن بجيش افضل حكم مساعد ومن فعلا الحكام المميزين جدا. كابتن محمد صلاح طبعا نجم نادي فيورنتينا والمتالق في هذه الفتره، واعتقد 6 اهداف في 9 لقاءات او 10 لقاءات، وكان كمان ساهم في احراز هدف في المباراه اللي قبل اللي فاتت، يمكن ما خدش مباراه الميلان اللي فاتت، واعتقد محمد صلاح ماشي بصوره رائعه جدا، يمكن افضل الصفقات الشتويه في الميركاتو الشتوي انجازاته اللي بيحققها مع فيورنتينا، بنتمنى تحقيقها ان شاء الله في الفتره اللي جايه ويتميز اكتر واكتر في الفتره اللي جايه. الجزائر حصل على افضل منتخب عربي، ويمكن الجزائر حقيقه يستحق ده، لانه الجزائر يمكن بعد وصول كاس عالم والحقيقه وصول طبعا للدور الثاني في كاس العالم تحقيقه، كمان اداء مميز جدا جدا مع خليل يوزيتش في كاس العالم، وكمان في بطوله امم افريقيا حقيقه ادى مباراه رائعه جدا جدا، واعتقد ان الجزائر ماشيه بصوره سليمه جدا الفتره اللي فاتت، وكنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت عن انه الحقيقه يمكن طلعوا من ألمانيا طبعا في دور ال 16 في كاس العالم، ولكن مستوى الاداء في تطوير او في تطور هائل جدا جدا للاعبي منتخب الجزائر، واعتقد انهم ماشيين على الطريق السليم. كابتن محمود بكر طبعا افضل معلق مصري طبعا، يا ربنا يشفيه. طيب خليني اروح طبعا ربنا يشفي طبعا كابتن محمود بكر، ونتمنى ليه الشفاء العاجل الفتره اللي جايه. خليني اروح لزميلتي شيما وبعض اللقاءات، اتفضلي يا شيما. ولسه مكملين معاكم تغطيتنا لهذا الحدث الرياضي المهم جدا، ودلوقتي معانا عنصر نسائي مهم جدا، اول بطل عالم مصريه افريقيه عربيه امنيه فخري في الخماسي. ازيك يا امنيه؟ اهلا وسهلا بيكي. قولي لي وجودك النهارده في هذا الحدث الرياضي المهم بيمثلك ايه؟ اعتقد ان مؤسسه الاهرام هي من المؤسسات القويه جدا، رعت كتير جدا من الالعاب الفرديه بالذات كمان غير الكوره، كانت مهتميه باكتر من لعبه، كانت بتعتبر يعني سنه قوي جدا لاكتر من لعيب في العاب فرديه كتير، فمتهيألي النهارده الاحتفال هيبقى لم عناصر كتير من العاب فرديه والكوره مش جديد عليهم، واعتقد ان مزيد من التقدم هيبقى دايما ان شاء الله معاهم. الاحتفال النهارده كويس اكيد ان شاء الله. قولي لي امنيه، انت لسه مستمره مش كده؟ جيت في سنه 2008 توقفت فتره لاني كنت بجهز لرساله الماجستير بتاعتي وناقشتها الحمد لله ودكتوراه، وخدت كارير الاداري شويه بس ما اعتزلتش، يعني ما قررتش كلمه اعتزال، شايفه ان الرياضي علشان يقول كلمه اعتزال وبعدين يقول انا هرجع العب تاني، لا احنا لسه عندنا كتير للرياضه. فكان في مجالس اداره، مجلس الشمس، مجلس عضو لجنه لاعبين، لجنه اولمبيه دلوقتي، دي عناصر انا شايفه ان لا لينا دور ان احنا نكمله كلاعبين فيه. يعني اكيد امنيه عنصر نسائي يستاهل ان احنا نفتخر بيه، شكرا لوجودك جدا معانا يا امنيه. شكرا ليكي، ومبروك لكل الابطال اللي حققوا السنه دي نتائج، وان شاء الله احنا كعنصر نسائي، يمكن ميداليه كانت اول ميداليه للاتحاد من ساعه ما كان انشا، كانت على يد عنصر نسائي، وانا اتشرف ان انا اكون دوت، وهتلاقي النهارده في اكتر من لعبه العناصر النسائيه قويه بميداليات عالميه. الستات يثبتوا نفسهم في كل حاجه. لسه مكملين تغطيتنا معاكم، خليكم معانا، عندنا نجوم كتير قوي هنقابلهم، خليكم معانا. بشكرك شيما، والحقيقه التكريم الحقيقه انا دايما تكريم الابطال، تكريم من يحققون الانجازات سواء على مستوى الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه، ودايما احنا كنا بنشعر بده مع فريق كره القدم فقط الحقيقه، او فرق كره القدم فقط، يمكن منتخبات مصر سواء المنتخب القومي او المنتخب الاولمبي، النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي من الانديه المصريه، سواء في كره القدم فقط، هو ده اللي كنا بنشعر انه في تكريم ليهم وفي تكريم
انجازاتهم، ولكن الحقيقه اللعبات الاخرى مهمه جدا اللي دايما فيها نجوم بيبرزوا وبيحققوا انجازات كبيره جدا. يعني لما يبقى عندنا امنيه فخري اول بطله عالم مصريه الخماسي الحديث لابد اننا نقف عندها ولازم نكرمها ولابد من تكريمها، وده شيء مهم جدا. طيب.